واستمرارا للدور الاجتماعي لوزارة الداخلية وحرصا على الاحتفال مع المواطنين بعيد الفطر المبارك، قامت الوزارة بتوزيع كعك العيد على نزلاء دور رعاية المسنين والأيتام، واصطحب الأطفال الأيتام للمحال التجارية وشراء ملابس للعيد لهم. في إطار حرص وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الاحتفال بالمناسبات والأعياد من منطلق تفعيل دورها الإنساني والاجتماعي في تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع، مصر الأمل ده مش مجرد شعار لكن حقيقة، احتفلت الوزارة بعيد الفطر المبارك مع نزلاء دور رعاية الأيتام من خلال توجيه مأموريات إلى هذه الدور على مستوى الجمهورية وتوزيع هدايا عليهم. بنشكر وزارة الداخلية على المجهود ودعم الدائم للدار والأطفالنا، خليتهم علينا في كل موسم وفي كل زيارة بتدعم ولادنا فيها وبتدخل عليهم البهجة والسرور. السنة دي الولاد اتبسطوا جدا باللبس اللي جالهم، وبشكرهم على حسن تعاونهم معنا وعلى وجودهم معنا في كل المناسبات والأعياد. أنا مبسوط لوزارة الداخلية جت تحتفل معنا وتدينا لبس العيد وكحك العيد، وانا فرحان قوي انهم بييجوا يعملوا لنا حفلات كتير، واتبسطنا النهارده وكل سنه وانتم طيبين. اضفت هذه المبادره الانسانيه من الوزاره فرحه كبيره على الاطفال الايتام نزلاء هذه الدور الذين ثمنوا غاليا دور الوزاره في تقديم الدعم والرعايه لهم وعلى مدار العام. عندي امل فيكم وبيكم نبني عزيمه وعمل. بنشكر وزارة الداخلية على دعمها المتواصل لينا في جميع المناسبات، ودايما وزارة الداخلية في جميع المناسبات الدينية والأعياد والمواسم دايما في ظهرنا وبتدعمنا باستمرار. نفسي ان هم يجوا لنا كل يوم، وفرحان ان هم بيجيبوا لنا هدوم العيد. بشكر الضباط جدا جدا ان هم جم معانا النهارده، واحنا فرحانين بيهم ونفسنا ان هم يجوا تاني. وفي لفته انسانيه من وزاره الداخليه تجاه الاطفال الايتام، تم اصطحاب عدد من هؤلاء الاطفال على مستوى الجمهوريه الى المحال التجاريه وشراء ملابس العيد لهم، وهو ما زاد من فرحتهم واحساسهم ببهجه العيد في ظل الاهتمام الذي توليه الوزاره لهم. وزارة الداخلية واصلت احتفالاتها مع المواطنين بعيد الفطر المبارك عبر توجيه مأموريات إلى دور رعاية المسنين على مستوى الجمهورية، حيث تم توزيع بوات تحتوي كحك العيد على نزلاء هذه الدور الذين تحرص وزارة الداخلية على رعايتهم طوال العام. عندي أمل فيكم وبيكم، كل سنة وانتم طيبين ويخليكم لينا ويبارك فيكم ويتنكم ظهر وسند لينا على طول يا رب. كل سنة والشرطة كلها طيبة إن شاء الله. هكذا تتنوع احتفالات وزارة الداخلية مع المواطنين بالعيد انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للوزارة وحرصها على مشاركة المواطنين الاحتفال بالمناسبات والأعياد المختلفة.